أنت أحياناً تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم مش يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديدا بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم تأخر الإنجاب، في عالم علاج تأخر الإنجاب، لكن تبقى الأمومة اللي احنا شفناها واحدة من الصور الرائعة للحب اللي لم يكن أرواحها. خليني أقول لكم أنه قناة فالوب واحدة من الأجزاء الطبية الهامة جدا، واضح من حوارنا السابق عن قناة فالوب للي فاتوا هذا الحوار هيسمع ملخصه في مطلع الحلقة من ضيفي العزيز، لكن واضح أنه كلمة التشخيص لمشكلات قنوات فالوب هي ركن ركين ومهم جدا في عالم التعامل مع هذه المعضلة. هذه القناة التي ربما تكون جاذبة لبعض أنواع الإنفكشن، مرتع خصب جدا لنمو هذا الانفكشن، وفي كثير من الأحوال هذا العدوى أو هذه الانفكشن تكون بدون أعراض، وهذه أسخف أنواع الانفكشن في التعامل الطبي لأنها لم تكن منذرة بشيء من قبل، لكن فوجئنا بها أنها تقف حائل واضح جدا أمام تأخر أو أمام الإنجاب وتسبب تأخر للإنجاب. لكن أكرر أن التشخيص يبدو أنه واحدة من أهم النقاط المهارية والفنية في التعامل مع هذه القناة المحيرة الغامضة في كثير من أحوالها، وغموضها يأتي أنه في أجزاء منها لا يمكن الوصول أو فهم طبيعتها والمعرفة الحقيقية هل هي طبيعية أم غير طبيعية بأي من وسائل التشخيص. ونذكركم أو أكيد ضيفي سيذكركم بمن هذه الأجزاء التي لا يمكن معرفة طبيعتها حقيقة، هل هي وظيفيا شغالة ولا مش شغالة. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم تأخر الإنجاب الذي يبدأ في حواره دائما ويسعدني جدا على المستوى العلمي والشخصي، الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج تأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات الرياض ومراكز الرياض للصحة الإنجابية إن شاء الله في الخير. ونورت وشرفتنا كالعادة. الشرف لي والله. ده شرف لينا. حقيقة. عايز الأول قبل ما رحب بضيفي القادم من مراكز الرياض عبر لأن انت فكرنا بس بملخص الحلقة اللي فاتت. أوكي. احنا كلمنا الحلقة اللي فاتت دكتور أيمن عن قنوات فالوب الوصلة ما بين الرحم والمبايض، هذه القناة في غاية الأهمية عشان يحصل حمل، أحد
الأربع أركان الرئيسية اللي لازم تكون سليمة عشان الحمل يحصل: رحم، مبايض، قنوات فالوب اللي هي الأنابيب، والحيوان المنوي. الأنبوبة اللي هي المفروض ان ليها صوابع بتلقط البيضة من المبيض، وليها أهداب بتزق البيضة عشان خاطر في الأنبوبة الحيوان المنوي والبيضة بيلتقوا، وخطوة اسمها الإخصاب بتحصل في الأنبوب، وساعتها البيضة لما تتخصب تحول حاجة اسمها جنين. الأهداب برضو بتزق، ما بقتش البيضة بقى اسمها الجنين، بتزق الجنين لحد ما يوصل في الرحم ويتم زراعة الجنين في الرحم بعد مشيئة ربنا والحمل يحصل. يبقى عشان الأنبوبة تكون سليمة لازم تكون سليمة من وجهتين النظر: التشريحية والوظيفية. الكلام الكبير ده تعالى نبسطه. يعني إيه تكون الأنبوبة سليمة تشريحيا؟ بالبلدي يعني تكون حاجتين، اللي هي تكون مفتوحة وتكون علاقتها بالمبيض سليمة، مش هي في ناحية والمبيض في ناحية. يبقى عشان تكون الأنبوبة سليمة لازم تكون مفتوحة وعلاقتها بالمبايض علاقة سليمة. ده تشريحيا. وظيفيا الصوابع بتاعتها تكون سليمة وشغالة وتلقط البيضة، والأهداب اللي جواها اللي بتزق البيضة لازم تكون سليمة. يبقى الأربع حاجات دول لازم يكونوا سليمة: مفتوحة، علاقتها بالمبيض سليمة، مش هي في ناحية والمبيض في ناحية، الصوابع سليمة والأهداب شغالة. قلنا أكتر سبب بيأثر على أنابيب وبيبوظ أحد أو كل الأربعة اللي موجودين في الأنبوبة اللي احنا لسه قايلينهم دول هو الالتهاب. ميكروب وصل إلى الأنابيب، وقلنا نماذج للسيدات حصل لهم التهاب في الأنابيب، يعني ميكروب وصل للأنابيب. والنماذج دول فاكر بعد ولادة، بعد إجهاض، بعد تركيب لولب، بعد دور زايدة دودية، زايدة جنب الأنبوبة اليمين بالذات الميكروب وصل من الزايدة للأنبوبة، أو عن طريق الدم، حتى عن طريق الدم من تسوس السنان، من لوز، من شيشة وصلت الميكروب للجهاز التنفسي للرئتين، وعن طريق الدم وصل إلى الأنابيب. وقلنا نماذج دي موجودة في المجتمع: الولادة والإجهاض والشيشة والزايدة الدودية، أو زوج، بلاش الزوج، خلينا في الحتة، بلاش الزوج، خلينا في الزوج المؤدب يعني. طيب النماذج اللي احنا قلناها دي: ولادة وإجهاض ولولب وزايدة دودية وتسوس السنان وشيشة، دي نماذج كتيرة جدا وزوج. في المجتمع نماذج كتيرة في المجتمع، كتيرة في المجتمع. طيب تمام، ده بداية حواري مع ضيفي عبر وسائل التواصل دكتور طارق الحسيني، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقل المجهري بمراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بيك دكتور طارق، منورنا في هذا اللقاء الثلاثي الهام جدا على المستوى العلمي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. كالعادة دكتور هشام رمى كرة في ملعبك، وكان بعد أن قمنا بعمل سواء أشعة بالصبغة أو منظار، وبدأنا نرى أن هناك ربما عضب ما في الأنابيب، ماذا سيكون التصرف أو كيف سيكون التعامل بعد أداء مثل هذه الانفستيجيشن؟ الحقيقة دكتور أيمن، لو إحنا اتفقنا أن الأنبوبة وظيفتها أن يحصل حمل، إذا أنا ممكن أسأل السؤال بشكل تاني: إزاي يحصل حمل في وجود مشكلة في الأنابيب أو في انسداد في الأنابيب؟ الحقيقة اللي جاب على السؤال ده، إحنا أنا كطبيب لو عندي يعني مريضة بتعاني من مشكلة في الأنابيب، الحل بيعتمد على ثلاث حاجات أساسية. الحاجة الأولانية حالة المريضة وحالة الزوج، حالة القابل نفسه. الحاجة الثانية الانسداد ده موجود في أنبوبة واحدة ولا على ناحيتين. الحاجة الثالثة إيه هو السبب بتاع الانسداد. نأخذ مثال كده دلوقتي، فلنفرض ان زوج وزوجه متزوجين بقى لهم اكتر من 15 سنه مثلا، 15 سنه 10 سنين، الزوجه بدا سنها يخش في سن الحرج اللي هو سن مثلا 37 38 سنه، بدا المقتن المبيض يقل، تحليل الزوج مش كويس يعني مثلا عدد قليل، الحركه ضعيفه حتى ما بتتحسنش بالعلاج، التشوهات عاليه. في الحالات اللي زي دي ما نفضلش قوي ان احنا نتاخر كتير. لو في انسداد في الانابيب وفي حاجه من الحاجات ديت، بنفضل ان احنا ننتقل الى حاجه اسرع وحلول يعني نتائجها احسن، اللي هو الحقن المجهري او اطفال الانابيب. طيب ده اول حاجه. طب فلنفرض ان الزوج والزوجه لا سنهم صغير، لسه متزوجين مثلا من سنتين ثلاثه، تحليل الزوج كويس، تحليل الزوجه كويسه. في الحاله دي بنعتمد بقى على حاجه ثانيه، اللي هو الانسداد على ناحيه واحده ولا ناحيتين. طيب فلنفرض ان الانسداد على ناحيه واحده، في الحاله دي احنا خلينا بس نتفق الاول
ان لو في انسداد في ناحيه واحده ممكن برضو يحصل حمل تلقائي عادي جدا، وياما حالات شالت الانابيب، شالت انبوبه من انبوبتين مثلا نتيجه مثلا حمل خارج الرحم، وحصل حمل مره ومرتين وثلاثه عادي عن طريق الانبوبه السليمه. اذا لما يكون في انسداد في انبوبه واحده بس وفي تاخر في الانجاب، في الحاله دي احنا بنحتاج ان احنا ناخد اجراء اللي هو منظار البطن. طب ايه اهميه اجراء منظار البطن؟ اول حاجه هو بيساعدنا ان احنا نشخص لو في اي اسباب تانية لتاخر الانجاب، يعني مثلا بطاقه رحم مهاجره، بيساعدنا على تشخيصها والعلاج. الحاجة التانية انها بيساعدنا على تقييم افضل للانبوبة اللي شكلها سليم بالاشعة بالصبغة. الحاجة الثالثة بيساعدنا كمان لتقييم الحالة بتاعت الانبوبة اللي فيها انسداد اللي باينة بالاشعة بالصبغة، وكمان ممكن تساعدنا على علاجها، يعني مثلا لو في اتساقات مثلا حوالين الانبوبة مخلي الانبوبة بعيدة عن المبيض ممكن تساعدنا ان احنا نقص هذه الالتصاقات. لو في مثلا انسداد في مكان الانبوبة ودخولها جوه الرحم، في حاجة في اجراء معين مع المنظار الرحمي مع المنظار البطن، حاجة اسمها كانيوليشن، بيساعد على تسليك الانابيب. اذا لو في انسداد في ناحيه واحده لا، في اجراء اللي هو منظار البطن. اما لو انسداد على الناحيتين، منظار البطن ليه دور برضو لكن دور اقل شويه، ان احنا يساعدنا برضو ان احنا نعالج مشكله الانابيب لو في حل للموضوع دوت. اما الاجراء الاسرع من منظار البطن هو برضو الاخصاب المساعد بمعنى الحقن المجهري او اطفال الانابيب. يبقى دايما منطقه التعامل ما بعد الانفستيجيشن منطقه محيره. اكيد. وعايزه برضو انت نقلت لنا في الاربع في الكام حلقه اللي فاتوا دي، نقلت لنا يعني واحده من الموضوعات العلميه اللي فيها فن كبير. طبعا. وعشان كده هو ده البروتوكول بتاعنا اللي احنا متابعينه في مراكز رياضه الخصوبه، ان هو فيه تشخيص تقييم وتشخيص مبدئي ثم تشخيص وتقييم نهائي ووضع خطه علاج. الحالة تأخر إنجاب بتشرفنا في مراكز رياضة الخصوبة بتقابل أحد الاستشاريين في تخصص التأخر إنجاب في مراكز رياضة الخصوبة، وليكن جت شرفتنا وقابل الدكتور طارق الحسين. هو عمل الفحوصات أو هو يعني عمل الكشف المبدئي وطلب الفحوصات الأساسية اللي من ضمنها فيما يخص الحلقة بتاعتنا النهاردة الأنابيب، طلب الأشعة بالسم، ولا هي كانت عاملاها قبل كده، خلاص هي كده كده عاملاها، هتجيبيها معاكي لما هتيجي الزياره اللي جايه. الزياره اللي جايه اللي هي زياره الميديكال كوميتي، اللجنه الطبيه اللي انا ودكتور انا هحضرها، انا هكون موجود هقابل الحاله ودكتور طارق عشان ده الاستشاري شاف الحاله، واستشاري امراض الذكوره عشان في زوج وزوجه موجودين عندهم مشكله تاخر انجاب، مش زوجه فقط. تمام. طيب الزوج وزوجه دخلونا، طبعا بندرس ملف الحاله، انا براجع الفحوصات تاني وبكشف على الحالة تاني بنفسي بالسونار وبشوف الفحوصات بتاعتها بما فيها الأشعة بالصبغة. تمام؟ طيب وساعتها فعلا بنتأكد هل الأشعة بالصبغة سليمة ولا فيها مشكلة. طيب طلعت الأشعة بالصبغة فيها مشكلة، طب بقية المعطيات إيه؟ بقية المعطيات اللي هي إيه يعني؟ زي ما قال دكتور طارق، هي عندها كم سنة الزوجة دي؟ متجوزين بقالهم قد إيه؟ مخزون المبيض بتاعها أخباره إيه؟ طب الزوج سليم ولا لأ؟ تمام؟ لنفترض يا دكتور أيمن إن كل المعطيات التانية سليمة، سنها صغير، في عرف الطب سنها صغير ده اللي هو قد إيه؟ في مجال تأخر الإنجاب تحت 35 سنة. فاكر لما اتكلمنا عن السن ومخزون المبيض قلنا بداية المحطات عند كام؟ بداية المحطات اللي هي بعدها بيبتدي المخزون إلا عند 35 سنة. سنها صغير عندها تحت 35 سنة، متجوزة بقى لها 2-3 سنين، الزوج سليم تماما، ما أصبحش إلا في مشكلة واحدة بس إلا الأنابيب، انسداد في أنبوبة واحدة أو حتى الاثنين مفيش مشكلة، تاخد فرصة أنها تمشي في سكة الحمل التلقائي، وده عن طريق إيه؟ المنظار، لأن المنظار لما بخش بشوف الأنابيب بعيني. تمام؟ وأشوف المشكلة هل هي فعلا انسداد في الأنابيب ولا لا، وإذا كانت انسداد بنحاول أن احنا نسلك الانسداد ده. عارف أحد النماذج يعني، لو في التصاقات حوالين الانابيب نتيجه التهابات قديمه، التصاقات دي قافله الانبوبه او شد الانبوبه بعيده عن المبيض، مجرد ما احنا نشيل التصاقات دي ونرجع الانبوبه في الوضع الطبيعي بتاعها باذن الله الحمل يحصل. لو في انسداد نتيجه مخاط موجود في الانبوبه، احيانا بيكون في افرازات مخاطيه تقيله وناشفه قافله الانابيب الاثنين، مجرد ما احنا نعمل المنظار البطن ومنظار الرحم ونعمل ما يسمى بتيوبال كانيوليشن. تيوبال يعني انابيب، كانيوليشن يعني تسليك، نسلكها. عارف فكره
مع الفرق يعني مع الاعتذار في التشبيه. السباك لما يكون عنده ماسوره مسدوده ويجيب سيخ ويقعد يسلك فيه، بس احنا مش هنجيب سيخ، لا ده في اساطر معموله مخصوص للاجراء دوت، وفتحنا الانابيب الاثنين. ياما ناس بعد مشيئه ربنا حملوا بعد الاجراء ده. تمام، ده اللي هو لو كان عندهم فرصه ان يحصل حمل تلقائي. لكن لو زوج وزوج هي فوق 35 سنة أو حتى تحت 35 ومخزون مبيض عندها قليل، أو بقالهم فوق الثلاث سنين خمس سنين جواز، أو الزوج عنده مشكلة، لا مجال للانتظار ولا مجال للدخول لمنظار البطن، بنتجه فورا إلى الحان المجهري. ومن أكتر نسب نجاح الحالات، أكتر حالات بتنجح فيها الحان المجهري، مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاثنين دول الأنابيب تحديدا بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحالة المجهري فيها أعلى. تنورتنا، الله يخليك، صنعت الفرحة ليا النهاردة. لكن يبقى في استكمالا لهذه المنطقة في حوار قادم هيكون عنوانه قد تبدو القرارات الطبية واضحة جدا وبسيطة، ولكن في وسط القرار الطبي مثل مثلا استئصال أنبوبة في نقاط ينبغي الأخذ في الاعتبار ليها، مثل مخزون البيض. والسؤال الذي ستسألونه بكل تأكيد، أنت ستتعامل مع أنبوبة فيها مشكلة، لماذا تنظر إلى المبيض؟ ده محتاج أن أنتوا تذكروا تشريح، وده اللي هنشرحه في الفترات القادمة. لكن هنروح دلوقتي لمراكز الرياضة حتى نستمتع بهذا العمل الجماعي. ضيف العزيز دكتور هشام الشاعر وضيف العزيز دكتور طارق الحسيني كانوا في الناس الحلوة. خليكم معنا. سلام. شيماء عبد الله حسين، 33 سنة، أنا من أسوان. والله وانا ما لفيتش على دكاتره كتير، يعني كنت لما اجي مصر هنا عند والدتي بروح يعني دكاتره نساء وكده، وكانت الدنيا كويسه ما فيش اي حاجه. بس عمره ما حد قال لي مثلا في لحميات في الرحم، ولا حد حتى طلب مني مثلا اشعه بالصبغه او اي حاجه، لا. غير بقى لما جيت طبعا مركز الرياض، فالدكتوره من اول سونار عرفت ان قالت في لحميات. طبعا طلبت مني الأشعة وكتبت لي بعض الفيتامينات في الأول، ورحت عملت الأشعة المائية اللي هي بالصبغة، وطلع فعلا في لحميتين. في الاستشارة الثانية برضو الدكتور كشف، ومعنا استشاري الذكورة اللي جوزي كتب له علاج لمدة شهرين. هو إحساس طبعا يعني أي أم يعني أو أي ست تتمنى إن هي تحس إحساس بالفرحة، فالحمد لله والله بفرحة شديدة طبعا بعد 10 سنين أو 11 سنة، يعني الحمد لله يعني وصلت للوقت ده أو الحمد لله. أفضل المراكز مركز الرياض، الله يبارك فيهم، يعني بجد منتهى الذوق والاحترام والتقنية العلمية، يعني محترمين في علمهم وفي مش في التعامل بس، يعني بقول لكل الناس تيجي مركز الرياض وتتشجع وما تسكتش على يعني على الوضع او مثلا تاخر الانجاب، لا بالعكس ييجوا، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم ويرزقهم. لا قسم العمليات انا بخش، انا بقول لماما برضو يعني ما شاء الله يعني زي اختك، يعني زي انا اختكم كده، والحمد لله والله يعني بارك الله فيكم. لدرجه انا لما جيت اولد قلت لماما انا هاخد بس من المرضات ده معايا في المستشفى. هي اتجوزت من دلوقتي داخله في السنه ال 11 سنه، فاحنا صراحه اول مره نيجي ما رحناش اي حته بيها، يعني الا دكاتره بس بتكشف. أول مركز نخش هو مركز الرياض صراحة. جينا بعد كده شيماء خدت برضو إيه علاج غدة وحاجات، يعني حاجات بسيطة، يعني لقوا عندها حاجات يعني لحميات، عملت اللحمية دي. بعد كده حتى خدت العلاج، فضلنا بقى إيه متابعين بقى، سحبوا منها البويضات وكله، فجينا لقينا هي عندها مشكلتها بطنط الرحم سميك، فضلت تاخد برضو علاج. بعديها نقلت على طول، والحمد لله حصل حمل من أول مرة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، لبنتي أنا شفتها كده وشفتها من أول مرة.